تقول: منذ حوالي 3 سنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة، وربما كانت تقصد 9 أيام، وكانت آنذاك لا تعلم بكراهية النذر، ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زواجها أو أحالت أمره إلى زوجها أم لا، ولكنها الآن قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ولا يجوز لها أن تصومه بدون رضاه، إضافة إلى عدم تمكنها صحيا من الصيام، لذا فهي تسأل: هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف حالتها الصحية، أم عليها أن تكفر كفارة يمين وتتخلص منه أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقا، أم ماذا تفعل؟ أولا ينبغي التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه، لأنه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه وقد يشق عليه وهو بعافية منه. نعم. على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر، ويكون في سعة، إن شاء فعله وإن شاء تركه. أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه ووجب عليه أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر إذا وقع وكان نذر طاعة فإنه يلزم ويجب العمل به، أما قبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه. وهذا الذي ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم 10 ذي الحجة باستمرار، فهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به، لأنها نذرت صيام 10 ذي الحجة، وصيام 10 ذي الحجة طاعة، وهو مستحب بدون النذر، فإذا نذرته صار واجبا عليها، فيلزمها أن تفي بنذرها وأن تصوم 10 ذي الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت. وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوع، أما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فإنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه، وهي نذرت أن تصوم هذه الأيام المعينة فيجب عليها الوفاء بذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من هذا. وإذا كانت تقول إنها لا تستطيع ذلك صحيا، فإن كان القصد أن ذلك يشق عليها فهذا لا يمنع من أداء الواجب، حتى وإن كان فيه مشقة إنها تصوم ولو كان عليها مشقة في ذلك، لأنها ألزمت نفسها بذلك، ومعلوم أن الصيام فيه مشقة حتى على القوي. أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام، فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرض أو ضعف جسمي تكفر كفارة يمين، لكن إذا قويت في العام الآخر يجب عليها الصيام، وهكذا. فلا يجوز لها ترك ما نذرته لأنها ألزمت نفسها بذلك، ولا ينبغي للمسلم أنه يتلاعب بالنذر، ينذر ويلزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ويلتمس الحيل، هذا لا يجوز، لأن النذر أصبح واجبا من الواجبات. لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي. إذا صادفت هذه الأيام وقت عادتها الشهرية، فهل تقضيها فيما بعد أو تكفرها، وماذا تفعل؟ إذا صادف وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معذورة بترك، لأن هذا من الأعذار الشرعية، مثل ما لو كانت مريضة. فإن هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الأيام وليس عليها طاعة. لكن إذا جاءت هذه الأيام وهي ليس عندها عذر شرعي، بأن كانت صحيحة وطاهر من الحيض، يجب عليها ذلك. هي نذرت صيام 10 الأيام، لكن لا يستثنى اليوم 10 لكونه يوم عيد. هل معلوم أن اليوم 10 لا يدخل في هذا، وإنما يقال 10 ذي الحجة من باب التغليب على الأكثر. جزاكم الله خيرا.